مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في، مرحبا بكم أينما كنتم. مواكبة للتحسيس عن خطورة هذا الفيروس، قامت مجموعة كوادر درب السلطان الدار البيضاء الكبرى صباح يوم العيد بتوزيع الكمامات والقفازات الوقائية والسائل المعقم وتحسيس الجزار الذين يقومون بذبح الأضاحي بتحسيسهم بخطورة الوباء المتحور وحثهم على احترام مسافة التباعد واستعمال القفازات والسائل المعقم تفاديا لاستفحال هذا الوباء المتحور الذي أصبحت أرقامه مخيفة. وبهذه المناسبة تتقدم جمعية كوادر بأحر المتمنيات والتهاني وأطيب الأماني، وأن تبارك للجميع في هذا العيد السعيد، راجين من الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء والوباء. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم، مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا. Thank you.